النهارده هنتعلم ازاي نتصور وازاي نظبط السوشيال ميديا بتاعنا وازاي نحول صور زي دي لدي. يلا بينا. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب كله بخير. لو اول مره تشوفني انا كريم عفه، بقدم محتوى لايف ستايل وموتيفيشنال سبيكر. ادخل كده خدنا كلافه، ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا في موضوع الفيديو. السوشيال ميديا مهم جدا في حياتنا لدرجه ان هي اصلا المظهر الخارجي بتاعنا دلوقتي. لو انت رحت مثلا لاي شركه تعمل انترفيو الكلام ده بيدخلوا يشوفوا انت عامل ايه، عامل شير لايه، صورك عامله ازاي، مواضيع اللي انت بتتكلم فيها ايه، وبناء عليه بيعرفوا شخصيتك عامله ازاي او انت فين او عايش ازاي او طريقه تفكيرك عامله ازاي. فهي فعلا حاجه مهمه جدا. واحنا بقى النهارده جايين عشان نظبط السوشيال ميديا بتاعنا، نظبط الصور بتاعت الانستجرام بتاعتنا، نظبط البروفايل بتاعنا بتاع الفيسبوك، نظبط الحاجات اللي احنا بنعمل عليها شير، نظبط الصور بتاعنا في الايديت والكلام ده، عشان يبقى منظرنا زي ما احنا اتكلمنا كده في الفيديوهات اللي فاتت، منظرنا في الحقيقه كويس وفي الصور كمان كويس. شويه نصايح كده هديها لك كده وانت بتتصور تعملها، وشويه حاجات كده تعملها ببرنامج ايديت هقول لك برده عليه، وهجيب لك الخلاصه كده من الاخر. اول حاجه وانت بتتصور لازم، هو مش هينفع في الاستوديو، تعالوا بينا عملي بره. يلا بينا. طلعنا بره في الشارع عشان يبقى الموضوع عملي، بدل ما احنا جوه في الاستوديو مش عارفين نقول هنصور ازاي او الحاجات اللي احنا المفروض عايزين نقولها، فيبقى الموضوع عملي وكلنا نفهم المفروض نصور ازاي، عشان الصور اصلا مهمه جدا. السوشيال ميديا اصلا عموما هي اللي بتظهر الشخص جوه الابلكيشنات والكلام ده بيبقى عامل ازاي، فلازم الصور تبقى بيرفكت. فاحنا نزلنا هنا في الشارع عشان يبقى الموضوع عملي ونفهم المفروض نعمل ايه واحنا بنصور الصور. يلا بينا. اهم حاجه في الصور نختار المكان اللي احنا بنتصور فيه، يعني ما نتصورش في اي حته وخلاص، ده بيفرق جدا في المكان او الصوره عموما اللي احنا بنتصور فيها. لازم نتصور في مكان عام، نتصور في مكان مثلا فيه الوان كتيره، ولازم مهم جدا جدا اللي بيصورنا ينزل التليفون تحت كده عشان نبان واخدين اكبر مساحه من الصوره ممكنه، علشان يدي احساس للي بيتصور اللي احنا طوال، والمنظر كمان اللي ورانا يبان، فدي بتفرق جدا في الصوره وحلاوه الصوره. مش لازم وانت بتتصور تنزل ايدك تحت او تبقى اللي هو كده باين جدا ان انت همدان او انت تعبان، لا، خلي الصوره اللي انت بتتصورها فيها حيويه. يعني وانت بتتصور ارفع راسك لفوق، لو عندك نظاره البسها، طبعا الساعه طبعا حاجات مهمه جدا ان انت تلبس الساعه والكلام ده بتفرق طبعا في الصوره وحلاوه الصوره، ترجع ظهرك لورا، تنفخ نفسك كده، دي بتفرق جدا في الصوره. زي ما انتوا شفتوا دلوقتي واحنا بنتصور المفروض تتصور ازاي وتعمل ايه وانت بتتصور عشان الصوره تطلع حلوه، ولازم طبعا الزاويه طبعا زي ما قلنا تبقى تحت علشان تبان طويل، ما تبانش ان انت قصير. وكده كده لازم اصلا تجيب المنظر اللي وراك مش المنظر اللي تحتيك، كده كده الناس مش هتشوف الارض، مش عايزه تعمل حاجه من الارض انت هتصور بيها. ونرجع تاني للاستوديو ونكمل كلامنا. يلا بينا. دلوقتي كده زي ما شفنا بره ازاي نتصور ونعمل احنا بنتصور ونختار ايه ونختار الاماكن بتاعتنا، وزي ما قلنا كده كل حاجه. جه بقى دلوقتي الايديت. الايديت مهم جدا، هو حرفيا ممكن يحول لك صوره زي دي لدي، او واحده مثلا زي دي لدي. الموضوع لو انت فهمته او تعمقت فيه هتطلع صور، صوره عاديه جدا ملهاش اي حاجه، او صوره انت صورتها عاديه جدا تدخلها برنامج الايديت تعمل شغل عالي قوي فيها. احنا بقى النهارده جايين نقول كده الزتونه في برنامج ايديت نعمل ايه فيه. البرنامج الوحيد اللي بعرف اتعامل معاه وحلو جدا وبيظبطني كده في الصور كلها هو لايت روم. هنعمل اول داونلود للابلكيشن اذا كان على اللاب او اي او اس او اندرويد، واول حاجه هندخلها هنختار الصوره اللي احنا عايزينها وهنعمل بالظبط اللي احنا شايفينه هنا. هي مفيش حاجه محدده انت بتعملها، هي الحاجه الوحيده اللي المفروض بتطلع الصور حلوه هي جرب. يعني ايه اجرب؟ يعني احط الصوره واشتغل عليها وجرب. السهم ده لما يجي يروح يمين ايه اللي بيحصل، ولما يجي يروح شمال ايه اللي بيحصل. في واحد مثلا بيحب مثلا يبقى الصوره كده مصفره شويه اكنها فوق اكنها في الشمس، في واحد تاني لا انا ما بحبش الصوره مصفره، انا بحب الصوره مثلا اللي هي تبقى مزرقه شويه. كل دي بتبقى على حسب ميولك وعلى حسب احتياجاتك انت وعلى حسب انت شايف الصوره عامله ازاي، وانت اللي هتطلع الصوره بقى حلوه ولا وحشه. احلى حاجه في البرنامج اللي هو ذكي جدا وبيعرف الالوان في الابلكيشن. يعني انت بعد ما خلصنا كده وخطرنا اللي احنا عايزينه وجبنا الاسهم اللي احنا عايزينها وخلاص احنا راضيين كده على الصوره كده، ندخل بقى على الكالر. بتدخل البرنامج عارف كل لون في الصوره، الاصفر اصفر، الاحمر احمر، الكلام ده. البرنامج بيتعامل مع كل حاجه بالالوان، يعني الصوره فيها اصفر كتير فانت بتتعامل مع اللون الاصفر بس، الصوره فيها مثلا زرقان مثلا في السماء فانت بتتعامل مع السماء بس. طب في دلوقتي لون دلوقتي في الصوره انت مش عارف اللون ده ايه بالظبط او مش عارف تجيبه من درجات الالوان، البرنامج برده حللك المشكله دي. انت بتدخل تختار السهم بتاعك وتحط السهم على اللون اللي انت مش عارف ايه هو
هو بيقول لك اللون ده من فين لفين، او اللون ده بيندرج تحت لون ايه مثلا، لا ده ازرق فاتح قوي، لا ده داخل مثلا في الاصفر شويه، بتظبط كل حاجه فيه، وفي الاخر بتطلع الصوره من جده لجده. ويبقى احنا كده خلصنا الجزء بتاع الصور، بس الفيديو لسه ما خلصش. انا قلت لكم هظبط لكم السوشيال ميديا بتاعكم كله والبروفايل بتاعك كله، فجده جزء الصور خلص، ندخل بقى على الجزء الثاني، نطلع بره في الشارع. لو احنا بقى طبعا هنتكلم على الصور، فلازم نهتم جدا بالانستجرام، هو اصلا كله صور. فلو انت عايز تظبط الصور بتاعتك وتظبطها بقى، واللي هو بقى تشوف بقى الايديت بقى وتشوف الصوره بقى عكس الشمس زي ما اتكلمنا كل حاجه، فاحنا اهم حاجه لازم نظبط الانستجرام بتاعنا لو احنا عايزين نظبط السوشيال ميديا بتاعنا. والاهم حاجه طبعا واحلى حاجه لو انت حطيت في الانستجرام سلو موشن. هو سلو موشن مهمه كريم جدا، وبيديك لوك كده اللي انت شخص كده مشهور كده بقى، واللي انت ايه حاجه حلوه جدا اصلا. وادخل شوف عندي في الانستجرام، ادخل كده شوف كده هنا كده شوف السلو موشن عندي عامل ازاي. وفي برضو لقطات برضو هتبرن برضو قدامكم سلو موشن بتاعي عامل ازاي، المفروض تعمل ايه في السلو موشن. احنا لازم جدا لو احنا نتكلم على تظبيط الصور ونتكلم على كل ده، نتكلم في السلو موشن. يلا بينا نشوف. وزي ما شفنا كده السلو موشن خيال، حاجه كده بتنقل كده البروفايل بتاعك من حته لحته تانية خالص، بيديك كده لوك كده للي داخل كده عندك كده في البروفايل، اللي الشخص ده كرييتيف، الشخص ده مهم، الشخص ده بيعرف يختار الاماكن اللي بيتصور فيها، او بيعرف يفكر، بيعرف يعمل حاجات جديده، هي دي اللي بيعمله السلو موشن. الموضوع سهل جدا، انت ماشي دلوقتي رايح الجامعه، رايح شغلك، رايح في اي حته مع اصحابك، لقيت شارع نضيف مثلا كده او منطقه حلوه، تدي تليفون لصاحبك تشغل السلو موشن وتقول له صورني، وتمشي بقى مثلا وانت بتضحك وانت بتبص الناحيه الثانيه. وحاول دايما وانت تصور او بتعمل سلو موشن او اي حاجه ما تبصش للكاميرا ولا تضحك للكاميرا، حاول تبص في اي حته تانية او تدي حتى ابتسامه خفيفه للكاميرا، ما تبانش ان انت قاصد ان انت تتصور، بتفرق طبعا جدا في الصور. ويا بقى لو التليفون بتاعك فيه خاصيه البورتري مود، البورتري مود ده اللي انت تبقى انت باين واللي وراك باين له بلور كده، او اللي وراك متنغمش، مش باين اللي وراك، مش باين الخلفيه اللي وراك، انت باين بس، بتدي لوك خرافي في الصوره، فعلا بتفرق الصور بتاعتك جدا وبتفرق الانستجرام بتاعك جدا. ولو انت عايز تعرف الصور تتصور ازاي او تصور فين او ايه الوضعيات اللي انت تصور بيها والكلام ده، ادخل على الانستجرام بتاعي هتلاقي كل حاجه جوه، وما تنساش تعمل فولو، هتستفاد جدا من الصور اللي بحطها، وتشوف السلو موشن اللي انا بعمله يمكن يعجبك. وانت برده لو انت برده عملت سلو موشن او صورت مثلا صوره مثلا، ابعتها لي برده يمكن برده تعجبني، برده اعمل برده ايديت زيها واسالك عادي، يعني بننفع بعضينا. وحاول تبعد عن السيلفي خالص لو انت بتتصور، السيلفي بيقرب وشك جدا وبيبقى الصوره مش حلوه قوي، فحاول دايما صورك كلها اللي تتحط على السوشيال ميديا ما تبقى السيلفي، تبقى صور عاديه اللي احنا اتكلمنا عليها، وتظبط بقى الالوان والكلام ده. الموضوع في الاول هيبقى مرهق، الموضوع في الاول هيبقى زهق، اللي انا متعود ان انا اصور الصوره وانزلها على طول او اعمل لها ابلود على السوشيال ميديا على طول، مش متعود ان انا اصور الصوره وادخلها بقى على برنامج واظبطها وبعد كده اعمل لها ايديت وبعد كده انزلها. بس الموضوع في الاخر لما تيجي تشوف الانستجرام بتاعك بعد مثلا شهر او اسبوعين كده مثلا بعد ما انت ما تنزل صور، هتلاقي الفرق فعلا. ثالث حاجه مهمه جدا، حاول تهتم بالبيو بتاع الانستجرام، ما تكتبش اي حاجه اللي هو اهلاوي وعندي 22 سنه ومش عارف ساكن فين، الناس مش بتبقى عايزه تدخل عشان تشوف انت اهلاوي ولا عندك كام سنه. اكتب حاجه ليها علاقه بالمجال بتاعك، او اكتب حاجه ليها علاقه بشغلك، او اكتب حاجه ليها علاقه بالهدف بتاعك او الباشون بتاعك، تخلي اللي داخل ده واللي بيقرا البيو بتاعك الاكونت بتاعك يشده، يخليه يعمل فعلا فولو ويدخل فعلا يدور على الصور ويشوف الصور ويعمل لايكات والكلام ده، بتفرق جدا في موضوع البيو ده. ده فيديو كده مختصر عن ازاي تصور وازاي تظبط السوشيال ميديا بتاعك او تظبط الانستجرام عموما بالتحديد. يعني هو طبعا انا مش خبير في الحاجات دي ومش خبير في الفوتوشوب والكلام ده، بس انا يعني اتعلمت حاجات من اليوتيوب وبدات اطبقها على الصور بتاعتي، وحسيت ان انا عايز اعمل الفيديو ده عشان انفع الناس اللي هي بتنزل الصور، يمكن واحد منكم يستفاد. وبس كده، هو ده اللي خلاني اعمل الفيديو. ولو انت اول مره تشوفني ما تنساش تعمل فولو للحاجات دي، هتنفعك جدا. الفيديو ده احنا تعبنا فيه جدا، اللي انا صورت في الشارع ورجعت بقى اللي انا صور فلوجز بقى تاني والكلام ده، في فلوجز طبعا جاي قريب جدا. ما تنساش تعمل سبسكرايب لليوتيوب لو انت اول مره تشوفني، وتعمل شير لو صاحبك صوره قد كده برده، تبعتها له تخليه يظبط برده صوره عشان كلنا ننفع بعضينا. وكالعاده دوس يا كوتش، سلام عليكم.